كان مجرد مشروع مثير للجدل، ولكن بعد أن ارتفعت أيادي أغلبية نواب البرلمان الجزائري بالموافقة باد قانونا ساريا. إنه قانون يلزم ضباط الجيش المتقاعدين بالتحفظ عن الإدلاء بتصريحات من شأنها المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة. قد يكون مفهوم الشرف والاحترام الوارد في القانون حمال أوجه بالنسبة للمعارضة، ولكنه واضح بالنسبة لأحزاب الموالاة التي ترى فيه مجموعة من الضوابط القانونية على غرار دول عدة تلزم الضباط العسكريين المتقاعدين بواجب التحفظ. وشخص يقدم يخرج من المنصب تاعو اليوم، غادا نلقاه في بلاطو التلفزيون يتحدث كما يشاء وعما يشاء. المستمعون ماذا يرون؟ يرون هذا الشخص انه كان يسير قطاعا، لديه معلومات، وبالتالي كل ما يقوله من تحليل فهو صواب، وهي المغالطه وها هو الخطر. على نقيض الموالاة، سرعت المعارضة إلى اعتبار القانون خرقا لحرية التعبير والرأي وتمييزا بين المواطنين حسب توصيف نواب رفضوا التصديق على المشروع. هذا القانون أنه غير دستوري، قانون أنه يكبل يعني حرية التعبير وحرية الرأي، أنه قانون يتناقض تماما مع الدستور. ويأتي القانون برأي المتابعين على خلفية ما سمي بالضجة التي أثارتها خرجات إعلامية لعسكريين سابقين، سيما بعض الضباط السامين ممن انتقدوا بأحاديث إعلامية أداء قادة الجيش ومؤسسة الرئاسة، وخذوا في وقت سابق في سجالات سياسية عادت إلى عقود خلت. كما لا يستبعد مراقبون أن يكون المخاض السياسي المرافق لسباق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تشريعية أو رئاسية، ورأى محاولات ضبط الإيقاع الإعلامي والسياسي. أن يتحول الضابط من حامل أسرار ومطلع على ملفات إلى ناطق باسم تيار حزبي، هذا أمر ضبطه القانون. مسائل المخاض السياسي في البلد قائمة، لا أحد ينكرها، والمخارج والبدائل قائمة، هذا لا أحد ينكرها، وهذا الأمر قد يؤثر على مواقف الفاعلين في الحقل المؤسس سواء كان عسكريا أو كان حزبيا. ملاحقة قضائية وتنزيل في الرتبة وسحب وسام الشرف هي الإجراءات العقابية التي ستتخذ ضد أي عسكري متقاعد تشكل تصريحاته إهانة أو قذفا أو مساسا بالمؤسسات العسكرية أو مؤسسات الدولة وفق القانون الجديد. إذن تباين حاد في المواقف بين مرحب ومنتقد للقانون الذي يلزم الضباط العسكريين المتقاعدين بواجب التحفظ، وإجراءات عقابية مشددة لمن يخالف القانون الذي أضحى نافدا عقب تصديق البرلمان الجزائري عليه. محمد جرد، الحرة، الجزائر.